السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بيكم حبايبي أبطال جريد 4. النهاردة إن شاء الله هنحل موديل إكزام نمبر 6 من كتاب المعاصر أسسمنت لمادة الساينس على الترم الأول. question number 1: All the following properties are considered as structure adaptation. خلي بالك structure adaptation يعني adaptation بيحصل في البودي بتاع الأنيمالز. In the panther chameleon except كلهم بيتبعوا الستراكشر ادابتيشن يعني تغيير في جسمها ما عدا واحد. نمبر A اتش اي كان موف اندبندنتلي يعني العينين بتبدا تتحرك واحده ناحيه اليمين تدور على الفود والثانيه ناحيه الشمال بتدور على الدينجر، دي تعتبر ستراكشر. طيب نمبر B اوبننج اتس ماوث وايد الدينجر تفتح بقها بمسافه كبيره قوي لما بيحصل خطر. نمبر سي في شيبد فيد رجليها بتكون واخده شكل الفي، دي طبعا ستراكشر عشان تقدر تمسك في البرانشز بتاعه التري. نمبر دي لونج ستيكي تانج لسان بيكون طويل قوي بتصطاد بيه الانسكت، دي ستراكشر في جسمها. يبقى كلهم ستراكشر ما عدا واحد، انهي واحده فيهم؟ نمبر بي. نمبر بي اللي هي اوبننج اتس ماوث وايد تفتح بقها بشكل كبير لما بتحس ان في خطر عشان تخوف الاعداء بتوعها، لما هتفتح بقها ده سلوك هي بتعمله فما يعتبرش structure يعتبر behavioral adaptation. نمبر 2 when an object is in motion لما الجسم بيكون في حالة حركة this means that its space changes يبقى هو بيغير ايه يا ولاد؟ في حالة motion يبقى هو بيغير ايه؟ color shape size position. في حالة حركة لو بصيت على الشارع تلاقي واحد واقف تحت البيت بعد شوية بقى واقف على ناصية الشارع، يعني عمل موشن يعني عمل حركة يعني غير البوزيشن بتاعه غير مكانه، يبقى this mean that its position it changes المكان بتاعه بيتغير، ده معنى الموشن. نمبر 3 بنتري has triangular shape أشجار البين اللي هي الصنوبر بتاخد شكل ايه؟ شكل المثلث. To make snow slide over its branches without breaking it عشان تسمح للجليد، بصوا بتبقى واخدة شكل مثلث كده بيسموها شجرة الصنوبر أو عيد الميلاد عشان تسمح للسنو الجليد إن هو ينزلق بسهولة من عليها من غير ما يكسر البرانشز بتاعتها. This structure adaptation makes this tree face the extreme cold. الستراكشر ادابتيشن ده بيخلي الشجره تقدر ان هي تواجه الطقس اللي بيكون شديد البروده، extreme cold climate يعني مناخ شديد البروده. like the feet of زي رجلين ايه بقى؟ زي رجلين حيوان من اللي هنقولهم دول رجليه برضو بتقاوم الطقس شديد البروده. عندك الكركر، البنجوين، الفينيك فوكس، البراون بير. طبعا اللي بيعيش في المنطقة القطبية هو البنجوين، يبقى زي رجلين البنجوين like the feet of penguin. الكركر والفينيك فوكس بيعيش في الديزرت والبراون بير بيعيش في الفورست. نمبر 4 if there is nothing to stop the movement of an object لو مفيش حاجة هتوقف حركة object، مثلا يا ولاد عندك كار، ادي الكار اهي، تمام كلام جميل. طيب لو مفيش حاجة هتوقف الكار، ادي السواق سايق العربية والعربية ماشية، مفيش حاجة هتوقفه، nothing to stop the movement of object يعني مثلا الفيول بتاع السيارة مخلصتي فالعربية هتفضل ماشية، ما حصلش اكسيدنت لا قدر الله في الطريق العربيه هتفضل ماشيه، مفيش حد جه يعدي من قدامه وخبطه العربيه هتفضل ماشيه. يبقى this object will stay in motion suddenly stop stop after few minutes stop after few seconds. سؤال سهل قوي، مفيش حاجه هتوقف الموفمنت، there is nothing to stop the movement of an object، يبقى هتفضل العربيه ماشيه الى ما شاء الله، يبقى stay in motion هتفضل مستمرة في الحركة بتاعتها. question number B give a reason for the following
Some animals have the ability to make camouflage adaptation. في بعض الحيوانات بتقدر تعمل عملية الكاموفلاج التخفي. ليه هي بتعمل الكاموفلاج؟ Because camouflage help some animals hide. Hide يعني ايه؟ Hide يعني تختفي او تختلط بالبيئة اللي موجودة فيها. Hide from their predator. بتختفي من الاعداء بتوعها. Or prey in different environment. يبقى ظاهرة الكاموفلاج بتساعد الانيمال انه يعمل هايد في الانفايرومنت بتاعه، بيستخبى من الاعداء او من الدينجر. نمبر 2، put true or false، هنحط علامة صح وغلط. نمبر 1، unbalanced force keep an object in its place without moving. ال unbalanced force بيخلي الاوبجكت يفضل قاعد في مكانه من غير moving. لا طبعا، قلنا الـ unbalanced force هي اللي مسؤولة عن الـ moving. لما الـ force تكون unbalanced بيحصل moving. فاكرين يما قلنا اللعبة بتاعة tug of war؟ tug of war بيكون هنا فيه ولد ويكون هنا فيه ايه؟ فيه ولدين، واحد اتنين، ويبدأوا يشدوا الحبل. هنا كده في unbalanced force، هنا في اتنين وهنا في واحد، ده يشد وده يشد، فالفورس هتروح ناحية الأكثر عددا والأكثر ايه؟ الأكثر قوة. يبقى الانبالانس فورس هتسبب الموفمنت بتاع الايه؟ بتاع الحبل ده في الاتجاه العدد الاكتر والقوه الاكتر. فهو بيقول لك الانبالانس فورس هيحافظ على الاوبجكت وزود موفينج، ده طبعا فورس غلط. نمبر 2، the moving object only have energy while the object that don't move have no energy. الجسم اللي بيتحرك عنده energy واللي مش بيتحرك ما عندوش انرجي. لا طبعا، الموفينج عنده كاينيتيك انرجي واللي مش بيتحرك عنده بوتنشال انرجي، يبقى دي برضو فولس. نمبر 3، in penguin feed the cold blood vessels can warm up the warm blood vessels. تعالوا نفتكر كده شكل رجلين البنجوين. ادي اهو رجلين البنجوين فيد، بيجي من فوق من عند القلب بتاعه الدم اللي بيكون وارم، بيكون دافئ، عشان يدفيله الرجلين بتاعته اللي بتكون ملامسة للآيس للجليد اللي بيكون هنا الأوعية الدموية فيها باردة. تمام، بعد كده بتطلع الأوعية الدموية لفوق، بتاخد الدم بقى اللي هو الايه البارد اللي ملامس للجليد، تطلعه لفوق عند القلب عشان يبدأ يتدفى. فهنا بيقول لك cold blood vessels can warm up the warm blood vessels، يعني الأوعية الدموية الساقعة هي اللي هتدفي الدم الساخن. لا طبعا، هو العكس، ال warm blood vessels هيعمل warm لل cold blood. يبقى هنا المفروض كلمة warm هنا warm blood vessels بتعمل warm لل cold blood، يبقى دي كده فولس، صلحناها مع بعض. نمبر 4، the moon is not considered as a light source. لا يعتبر مصدر من مصادر الضوء. ايوه، المون بيعمل ريفليكت للسان لايت، ما هواش مصدر ضوء. كويشن نمبر 3 دي سهله قوي، بيقول لك قسم الانيمالز اللي هو حاططهم لك بتوين براكتس دول لي انيمالز هاف سوبر سايت سينس، عنده حاسه رؤيه، رؤيه قويه، وانيمال عنده سوبر هيرينج سينس وعنده حاسه سمع قويه. الاول والفيشنج كاتس عندها رؤيه قويه جدا جدا. طيب الانيمال اللي بيعتمد على حاسه السمع الباتس والدولفين. الباتس والدولفين بيعتمدوا على الهيرينج، الباتس بيعتمد على الايكولوكيشن في الاير في الهواء، والدولفين بيعتمد الله اكبر الله اكبر والدولفين بيعتمد على الايكولوكيشن في الووتر. Question number 3, write the scientific term. Number 1, an organ in the human digestive system that has tiny blood vessels. عنده أوعية دموية رفيعة جدا. To absorb the nutrient. بيمتص بيها المواد الغذائية. Through its wall. من الجدار بتاعه. طبعا الأورجانز ده هو مين؟ تعالوا نفتكر كده الـ digestive system. أهو أورجانز بيكون ملولي وملولي وكده ولولي وصغنونة بالشكل ده.
وفي المنطقة اللي جوه هنا في النص بيكون في blood vessels عشان تعمل absorption للايه، للنيوترونت اللي موجودة في الفول. طبعا هو ال small intestine، الامعاء الدقيقة. number two، a future in the bull shark in which the upper surface of its body is darker than the lower surface. البول شارك بقى، تعالوا نفتكر البول شارك كده اهو، سمكة البول شارك بيكون الابر سيرفيس بتاعتها بيكون لونها ايه؟ الابر سيرفيس بيكون لونها دارك، واللور سيرفيس بيكون لونها لايت، بيكون لونها فاتح. تمام، عشان لما يكون في حيوان او سمكة بتسبح من تحت هتبص لفوق تشوف اللون الفاتح بتاعت بطنه، تفتكر ان كده السمك. لما يكون في حيوان بيبقى بيعوم من فوق منه، لما يبص لتحت يشوف اللون الغامق يفتكر ان ده ايه، القاع بتاع البحر. الخاصية دي اسمها ايه يا ولاد؟ اسمها counter shading، يعني التباين اللوني. number three، the ability to do work or cause change. طبعا ده definition بتاع الانرجي. number four، the organ used to differentiate between the taste of different type of food. organs انت بتستخدمه عشان يفرق في الطعم، التاست الطعم بتاع الايه، بتاع الطعام. طبعا هو التانج، اللسان. number b، دي البروبلم بتاعتنا. امير رايدز هيز بايك اند كفر ا ديستانس اوف 150 متر ان 5 سكند. عايزك تحسب السبيد، السرعه بتاعتك. لازم تحط القانون بتاعك، سبيد ايكوال ديستانس اوفر تايم. طب ديستانس بكام؟ ب 150 متر اوفر تايم. التايم بكام؟ ب 5. هتقسم ال 150 على 5 هيديك 30، وما ننساش الميجرينج يونت، وحدة القياس، متر بير سكند، الاختصار بتاعها ام بير اس سي اس اي سي، يبقى متر بير سكند، ما ننساهاش يا ولاد، مهمة جدا. موديل اكزام 7 هنحله مع بعض. نمبر 1، شوز ذا كوريكت انسر. نمبر 1، كاموفلاج مين ذات ذا انيمال. كاموفلاج يا ولاد يعني ظاهرة التخفي، بتعني ان الانيمال بيعمل ايه، بيستخبى في وسط الشجر، في وسط الروكس، في وسط اي حاجه موجوده في الانفايرومنت بتاعته، عشان يبقى صعب ان الحيوان المفترس انه يتغذى عليه ويستخبى من الاعداء بتوعه. طيب يبقى الكاموفلاج مين ذا انيمالز كان بي سين ايزلي امونج اتس سراوندينج. هو لما هيعمل كاموفلاج انت هتقدر تشوفه بسهوله من وسط الوسط المحيط، ولا it's hard to be seen among its surrounding. hard يعني من الصعب ان انت تشوفه، عكسها easy، عكسها hard. ولا it's easy to be seen by its prey، سهل ان يشوفه. ولا can be seen easily by its predator. لا طبعا الكاموفلاج عشان يبقى صعب ان انت تشوفه، يبقى it's hard to be seen among its surrounding، صعب ان انت تشوفه في الوسط بتاعه، بيعمل ظاهرة الايه، الكاموفلاج، عشان يستخبى من الاعداء بتوعه. number two، the five senses of humans and animals. الخمس حواس بقى، احنا قلنا لازم ان انت تحفظهم الخمسة sense organs، five senses اللي انت المفروض تحفظهم اللي موجودين في الهيومن والانيمال، هما طبعا السايت الرؤية، والهيرينج السمع، والتاست التذوق، والسميل الشم، والتاتش. موجودين الخمسة دول في كل من الهيومن والانيمالز، سايت، هيرينج، تاست، سميل، اند تاتش. نمبر 3، when an object move down a ramp. a ramp يعني ايه ولاد؟ يعني منحدر اهو، ده المنحدر اهو، لما في object هيبدأ ينزل من على المنحدر ده. It's stored energy، هيبدأ يخزن عنده طاقة. الطاقة بقى مالها؟ increases، هتزداد. doesn't change، لا تتغير. change to less active form of energy، هتتحول إلى طاقة أقل كفاءة أو أقل نشاط. change to more active form of energy، هتتحول إلى طاقة نشطة جدا. طبعا هو موجود فوق، يعني مثلا هنا في كار أهي، سيارة، الكار دي وهي موجودة فوق بتخزن ايه؟ potential energy، لان هي موجودة على ارتفاع، على height من سطح الارض، فبيبقى فيها potential energy.
اول ما هتنزل من على الرامب ده يا ولاد البوتنشال انرجي هتتحول لمور اكتف فورم اوف انرجي اللي هي اسمها كاينيتيك، بنظمها بكي اي كاينيتيك انرجي. يبقى وين ان اوبجكت موف داون ارام اتس ستورد انرجي، الطاقه اللي متخزنه فيها هيحصل لها ايه؟ تشينجز تو مور اكتف فورم اوف انرجي، هتتحول لشكل من اشكال الطاقه الاكثر نشاطا. اقصد يقصد بيها الكاينيتيك انرجي. ممكن يقول لك بدل مور اكتف فورم اوف انرجي هيقول لك تشينجز تو كاينيتيك انرجي. يبقى احنا لازم نفهم ان مور اكتف فورم اوف انرجي بتساوي على طول كلمة كاينيتيك انرجي. تمام تمام. نمبر 4 the structure adaptation that help the fishing cat to catch a prey at night. ايه هو الاستراكشر ادابتيشن اللي موجود في القط الصياد بيخليه يقدر يصطاد الفريسه بتاعته في فتره الليل؟ طبعا ان هو تعالوا نفتكر مع بعض، العينين بتاعه الفيشنج كاتس اهي، بيبقى عنده البيوبل بتاعه عينيه اهي، وفي الخلفيه بتاعه عينيه المنطقه اللي هي ورا دي بيبقى عنده ميرور لايك ميمبرين، غشاء عامل زي المرايه. الغشاء اللي عامل زي المرايه ده بتسبب ان لما الضوء يبدا يسقط كده على عينه بيقوم ينعكس تاني من ايه؟ من عينه. تمام، فبيخلي عينيه بتلمع وتكون كانها بلوينج بلوينج، يعني بتلمع كده في الضلمه، وبيقدر ان هو يصطاد في فتره الليل. يبقى الاستراكشر ادابتيشن ات هاز ميرور لايك ميمبرين ات ذا باك اوف اتس اي، في مؤخره عينيه. نمبر بي واتس هابن اف فريكشن اوكير بتوين ذا سترينج، سترينج الخيط and other parts of Newton cradle during collision. قلنا وشرحنا اللي هو نيوتن كرادل البنادول، وقلنا ان بيكون في خيط اهو نرسمه كده مع بعض، خيط كده نازل واخد البولز بتاعت نيوتن كرادل دي اهي بالشكل ده. تمام، الخيط دوت بيعمل ايه؟ بيعمل فريكشن ما بينه وما بين البول دي. اما تاخد انت بول من الكور دي وترفعها لفوق وتسيبها تبدا تنزل بطاقه، تقعد بقى الكور دي تخبط في بعضها يمين وشمال يمين وشمال لحد الطاقه ما تقل وتقف. تمام، فهو هنا بيقول لك ايه اللي هيحصل في الفريكشن اللي بتظهر ما بين السترينج الخيط والاذر بارت اوف نيوتن كرادل during collision، اثناء التصادمات اللي بتحصل ما بين الايه البولز دي وبعضها لبعض. طبعا بيكون في فريكشن فورس ما بين الخيط والكور، فهنقول سم اوف كاينيتيك انرجي، هما يقعدوا يخبطوا في بعض هيعملوا كاينيتيك انرجي از تشينجز انتو ثيرمال انرجي، هتتحول لثيرمال انرجي نتيجه الكوليجن التصادم اللي بيحصل ما بين دي ودي ودي ودي. فالكاينيتيك انرجي هتتحول جزء منها لثيرمال انرجي، لو مسكت الكوره هتلاقيها دفيت شويه. يبقى sum of kinetic energy it changes to thermal energy. question number 2 both true or false، هنحط علامة صح وخطأ. number 1 being exposed to air rich in dust، يعني انت بتتعرض لهواء مليان dust يعني تراب for a long time harms the human respiratory system، هيبوظ الجهاز التنفسي بتاعك. that's true. number 2 if two objects travel for equal period of time the objects that travel greater distance has slower speed. هنا لو انت عندك two objects بيحصل لهم ان هم بيمشوا لفتره زمنيه الفتره دي equal يعني قد بعضها، الاوبجكت ذات ترافل جريتر ديستانس اللي هيمشي مسافه طويله بيكون عنده سلوور سبيد بيكون عنده سرعه قليله. تعالوا كده نرسمها، ادي مثلا سي انت عندك كار اهي وعندك كار اهي، احنا الكار الاثنين كار دول هنخليهم يمشوا مثلا محطه لقدام لمده قد ايه؟ هيمشوا مثلا لمده 1 اور المحطه دي، يبقى الوقت ايه؟ ايكوال تايم ثابت. طب هتبص هتلاقي في واحدة من الاتنين دول سبقت، سي مثلا دي سبقت وخلال الساعة وصلت هنا، تمام، التانية فات ساعة ووصلت هنا،
يبقى كده في واحدة سبقت، تمام. طب بيقول لك الاوبجكت ذات ترافل جريتر ديستانس، اللي بتمشي مسافه طويله، اللي هي دي اول واحده مشيت اهي مسافه طويله، دي بيكون ماشيه بسلوور سبيد، ماشيه بسرعه قليله؟ لا طبعا، ماشيه بسرعه عاليه، عشان كده قطعت المسافه بسرعه جدا اكتر من الايه، من الاوبجكت التاني. يبقى بدل السلوور سبيد لا، بالهاي سبيد، يبقى دي فولس. Number three, when an object move faster, it's gain large amount of kinetic energy. The object اللي بيتحرك بسرعة عنده طبعا kinetic energy أعلى، يبقى دي true، صح. Number four, camouflage help animal adapt the extreme weather condition in their ecosystem. Camouflage بيساعد الحيوان إنه هو يتكيف على الطقس بتاعه في النظام البيئي. لا طبعا، الكاموفلاج ملهاش اي دور، ان هو بيحصل له بلايند في الايكو سيستم، بيختفي في الايكو سيستم، يبقى دي فولس. نمبر بي، فايند ذا سبيد اوف هورس، عايزين نشوف سرعه الحصان بقى. اف يو نو ذات اتس كفر 250 متر ان 5 سكند، لازم تحفظ القانون وتكتبه. السبيد ايكوال ديستانس بير تايم، المسافة على الوقت، قلناها كتير جدا. يبقى ايكوال المسافة كام؟ 250، هتكتب هنا 250 ديفايدد التايم كام؟ 5 ايكوال، اما تقسم 250 على الخمسة فيها الخمسين يعني 50، وما ننساش الميجرينج يونت ام بير سكند، متر بير سكند. question number 3، write the scientific term، هنكتب بقى المصطلح العلمي. number one, a process through which the body gets oxygen from air and expel يعني يطرد out carbon dioxide، بتدخل لجسمك اكسجين وبتخرج الكربون دايكسايد، يبقى دي ايه؟ respiration process، عملية التنفس. number two, an animal that has different bright color to provide camouflage in its environments and has V shape feet، ده طبعا البانسر كاميليون هو اللي عنده V shape feet وبيعمل ظاهرة الكاموفلاج. number 3، the energy of an object due to its motion، بنقول عليها kinetic energy. 4، the energy that is stored in food and batteries، الطاقة اللي بتكون متخزنة في الفود والبيترز، بنقول عليها chemical potential energy، chemical potential energy. number b، give reason for، يما يقول لك give reason معناها only lay. it's very dangerous to live in an ecosystem that has a high level of air pollution، يعني خطر جدا ان انت تعيش في النظام البيئي اللي عنده تلوث في الهواء. ليه بقى الكلام ده؟ هنقول له because polluted air، الهواء الملوث، cause harm to the respiratory system، يعني بيأذي الجهاز التنفسي بتاعك. يبقى because polluted air cause harm to the respiratory system. كده بنكون خلصنا exam number 7. اتمنى لو عجبكم الفيديو الاشتراك معانا في القناة، لايك على الفيديو، اعملوا مشاركة عشان الكل يستفيد، وانتظرونا في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.